لعظيم الشرف بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين ورئيسا لبرلمان البحر المتوسط أن أرحب بكم جميعا في مدينة مراكش، أرض اللقاء والحوار وتلاقح الثقافات والحضارات، في أشغال الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج الذي ينعقد هذه السنة تحت رعاية سامية من سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وعلى جدول أعماله مواضيع ومحاور ذات قدر كبير من الأهمية والاستراتيجية بالنسبة لبلداننا واتحاداتنا، كما تشمل أيضاً وتشكل أيضاً امتداداً وتجسيداً لخلاصات وتوصيات النسخة الأولى من هذا المنتدى الهام. اليوم المنتدى الاقتصادي البرلماني لدول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي الذي ينظم لسنة ثانية على التوالي بمدينة مراكش، هذه السنة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعتقد بأنه فرصة للتداول في كيفية التكامل الاقتصادي بين كل هذه الدول. والمواضيع التي تطرح اليوم سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، سواء تعلق الأمر بدعم الريادة، سواء تعلق الأمر بالطاقات المتجددة، هي كلها مواضيع مهمة أولاً في الحاضر ومهمة في المستقبل. مهمة في الحاضر فيما يخص أنها مجالات يمكن الاعتماد عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، في فرص الشغل، ولكن أيضاً أعتقد بأن الطاقات المتجددة هي ضرورة للمستقبل الإنسانية على هذا الكوكب، والمغرب رائد في هذا الميدان، خاصة إذا علمنا بأن المغرب التزاماته الدولية هو سنة 2030 نكون على 50% من الطاقات المستعملة هي طاقات نظيفة، 2050 نكون 100% من الطاقات النظيفة، والطاقات النظيفة طبعا هي الطاقة الشمسية والريحية وكذلك الهيدروجين الأخضر. سنعرض التجربة المغربية عبر خبراء مغاربة في هذا الجانب، سيتم عرض كذلك مجموعة من التجارب فيما يخص الريادة، فيما يخص المقاولات الصغرى المتوسطة للعديد من هذه البلدان اللي هي 34 دولة الحاضرة معنا اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الدولية المهمة جدا والمؤسسات الجهوية وكذلك في القطاع الخاص. نحن جد فرحين أيضا بأنه الاتحاد مقاولات المغرب لسي جي ام هي كذلك عضو وشريك في هذا المنتدى الاقتصادي، وهذا ايضا يدعم حتى رياده الاعمال المغربيه. هذه الميزه تطبعها اولا بتسليم جائزه التميز في الاعمال الانسانيه لجلاله الملك محمد السادس، واعتقد بان تسليم هذه الجائزه هو اعتراف بالمكانه التي تحظى بها المغرب المملكه المغربيه بقياده صاحب الجلاله على مستوى دعم السلم والامن الدوليين، ولكن ايضا وهو الاساسي على دعم الجانب الانساني خاصه في النزاعات وفي الكوارث. واعتقد بانه ما يجري حاليا في فلسطين، ما يجري في غزه، موقف جلالة الملك حفظه الله من دعم مباشر لساكنة غزة ودعم كذلك مستمر منذ تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم في هذا البلد الأمين، هو كذلك تعبير عن دعم حقيقي للإنسانية في القدس، ودعم كذلك للسلم ومنطقة الأديان الثلاث اللي هي القدس الشريف والتي هي جزء أساسي أولا من كينونة المغربية ولديها أيضا موضع خاص لدى جلالة الملك. وأعتقد بأنه هذا التتويج اليوم هو تتويج لكل المغاربة.